أستاذ جلال، في البداية كيف تنظرون إلى هذه القمة وما توقعاتكم لها، وعلى التحديد القضية الأوكرانية كيف تنظرون إليها؟ تحية طيبة. بعد طبعا القمة قد تتناول الكثير من المواضيع ذات العلاقة بالاقتصاد، في البداية كان مواضيع الجمارك وغيرها من المواضيع الأساسية، وفي الحقيقة هذا هو الهدف الأساسي من تأسيس القمة، لذلك قد تتردد حول هذا الموضوع. بخصوص الأزمة الأوكرانية الروسية، يعني هناك إلى الآن روايتان، الرواية الأولى هي رواية روسية تشير إلى أن أوكرانيا هي من أقدمت على اختراق المياه الإقليمية، ورواية أوكرانية أخرى تشير إلى أنها فقط حاولت، أي أن السفن الأوكرانية فقط حاولت استخدام المياه الدولية وروسيا هي من اعتدت. إذا هناك إلى الآن روايتان لم يتم يعني توضيح، أو يعني لم تتضح مواقف الدول تجاه هاتين الروايتين إلى الآن. يعني جميع الدول قالت نحن نريد فقط دعم قواعد القانون الدولي التي تنص على ضرورة أن تكون، أو على ضرورة أن تكون هناك نعم حرية أو حرية عبور في الممرات الدولية. أعتقد أن الأزمة يمكن أن يعني لا تطول أو يمكن أن تموت في أرضها لعدة عوامل. العامل الأول عدم رغبة روسيا من جهة، وعدم رغبة أوكرانيا من جهة أخرى للتصعيد، لا سيما في ظل انشغال روسيا على وجه التحديد في ملفات أخرى كالملف السوري، كملف ليبيا، كملف حوض شرق البحر المتوسط وغيرها الكثير من الملفات التي تريد روسيا أن تركز عليها ولا تريد أن تفتح على ذاتها يعني نقطة جديدة. طيب، أو في هذا الملف تحديدا هناك تصريحات للرئيس التركي على ما يبدو أن تركيا ستدخل واسطة في حل هذه المشاكل بين أوكرانيا وروسيا، هل تتوقعون أي نتائج إيجابية؟ نعم أتوقع ذلك، يعني الموقف التركي إلى الآن هو الموقف الأوضح تجاه هذه الأزمة. فعندما قرأت بيان وزارة الخارجية التركية الذي صدر في ذات اليوم التي حدثت فيه الأزمة، التصريح التركي كان يميل نوعا ما إلى إبقاء على علاقة أو سياسة جيدة بين الطرفين. فمن جهة أكدت تركيا على ضرورة الإبقاء على حرية العبور في الممرات الدولية، أيضا لم تستنكر ولم تشجب موقف أي من الطرفين، بمعنى أنها فقط اكتفت بالتعبير عن احترام لقواعد القانون الدولي. أيضا عرضت تركيا ذاتها على أنها يمكن أن تكون وسيط، وأعتقد أن هناك عدة روابط اقتصادية وسياسية وأمنية بين تركيا وأوكرانيا من جهة، وبين تركيا وروسيا من جهة أخرى، تسمح لي تركيا لعب هذا الدور وتسمح لتركيا بأن تكون مقبولة أو مقبولة لدى الدولتين، لا سيما في ظل الارتباطات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي ذكرتها أنت، أيضا لا سيما في ظل يعني وجود إطلالة تركية على الساحل أو ساحل البحر الأسود، بمعنى أن تركيا اليوم تشترك بشكل أو بآخر مع هذه الدول مسألة العبور عبر أو مسألة استغلال الفرق الدولية الموجودة في البحر الأسود، وهذا ما يجعله أيضا أكثر قبولا لدى الدولتين مقارنة بالدول الأخرى. نعم إلى الآن الموقف التركي هو موقف متزن، وأعتقد أن اتزان هذا الموقف قد يؤهل تركيا للعب دور أساسي ومحوري في التوسط لدى الطرفين اللذان يقبلان بتركيا كوسيط معتدل.